طيب ازيكم ابطال، عاملين ايه؟ ان شاء الله تقريبا دي هتبقى اول حصة في الفلاتر كورس. طبعا احنا اخدنا كورس الدارت او اتفرجنا على الفيديوهات بتاعة الدارت، وعايزين بقى ان احنا ايه نعمل ابلكيشن بقى بفلاتر وبسرعة، يلا عايزين نشتغل. تعالى بس ما اكلمك في الاول عن الموبايل ديفلوبمنت، او ازاي نقدر ان احنا نعمل برامج تشتغل على الموبايل. قال لك من خلال 4 طرق. الطريق الرسمي اللي فيهم، الطريق الرسمي اللي فيهم اسمه نيتيف، تمام؟ البرامج اللي بتطلع من تحت ايده بنسميها النيتيف اب، او البرامج الاصليه. البرامج الاصليه تبدا ان انت تعمل برنامج اصلي للاندرويد وتعمل برنامج اصلي للاي او اس. لو جينا نبص مثلا للاندرويد، عشان اقدر ان انا اعمل برنامج للاندرويد محتاج ان انا اتعلم حاجه او مجموعه حاجات. اول حاجه وهي الجافا، تمام؟ هتعلم لغه برمجه اسمها جافا، او اتعلم لغه تانية اسمها كوتلين. محتاج ان انا اتعلم لغه من الاثنين، او ان انا اتعلم الاثنين. معظمنا بيتعلم الاثنين. طيب بعد ما اتعلم جافا وكوتلين، قال لك بتتعلم حاجه اسمها اندرويد اس دي كي، اندرويد ديفلوبمنت كيت. جميل. بعدها بتبدا انك تتعلم جرادل. بعدها لغه تصميم اسمها اكس ام ال، زي ان انت تصمم الابلكيشن بتاعك. بعده الحاجه اللي انت تشتغل عليها واللي اسمها اندرويد ستوديو. ده كان التراك بتاع ايه؟ بتاع اندرويد. تتعلم لغه برمجه جافا كوتلين، تتعلم الاندرويد ديفلوبمنت كيت او الاندرويد اس دي كي، جرادل، اكس ام ال، وبعدها تتعلم الاندرويد ستوديو عشان تقدر ان انت تعمل برنامج نيتف يشتغل على الاندرويد بس. وده الطريق الرسمي اللي معمول علشان تعمل برنامج للاندرويد. طب لو على اي او اس مثلا، قال لك الاي او اس عشان تتعلمه برضو محتاج تتعلم لغه من الاثنين، لغه اسمها سويفت، او اللغه اسمها ايه؟ اسمها اوبجكتيف سي. بعد ما تتعلم سويفت واوبجكتيف سي، قالك تتعلم الاكس كود، محرر برضو اللي انت تشتغل عليه، زي يعتبر مثلا زي الاندرويد ستوديو الاديتور بتاعك. بعدها تتعلم الكوكا بادز، علشان تقدر ان انت تعمل ابلكيشن للاي او اس. فتقريبا ده التراك بتاع الاي او اس، وده التراك بتاع الاندرويد. ده الطريق الرسمي. تعال بص معايا كده، ده الطريق الرسمي عشان تعمل برنامج اي او اس، وده الطريق الرسمي عشان تقدر انك تعمل برنامج اندرويد. فدي اسمها ايه؟ اسمها نيتيف ابلكيشن، البرامج الاصليه. البرنامج اللي بيطلع من هنا بيشتغل اندرويد بس، والبرنامج اللي بيطلع من هنا بيشتغل اي او اس بس. طب انت قلت لي ان الموبايل ديفلوبمنت اول حاجه فيه هي النيتف، بس مش كل حاجه. الموبايل ديفلوبمنت زي ما قلت لك 4 حاجات: النيتف ابلكيشن، والبي دبليو اي، والهايبريد، الهايبريد ابلكيشن، والكومبايل تو نيتف ابلكيشن. تمام، 4. اتكلمنا عن النيتف. البي دبليو اي اختصار لبروجريسيف ويب ابلكيشن، والهايبريد ابلكيشن، والكومبايل تو نيتف. قلنا ان النيتف دي هي الحاجه الاصليه، البرنامج الاصلي، البرنامج اللي يقدر ان هو يديك اعلى تصميم، اعلى شكل، يقدر يديك امكانيه انك توصل لكل الريسورسز بتاعت الجهاز. يعتبر الحاجه الرسميه اللي منزلاها جوجل لاندرويد مثلا، عشان تقدر انك تتحكم في جهاز الاندرويد بتاعك من خلال البرنامج ده. نفس الكلام بيكون موجود في الاي او اس. طب تعالى نتكلم شويه عن البي دبليو اي، البروجريسيف ويب ابلكيشن. البرنامج اللي هيطلع من تحت البي دبليو اي بيشتغل معاك على الاندرويد والاي او اس والويب، تمام؟ موبايل ابلكيشن او موبايل ابلكيشن بيشتغل معاك عادي على الاندرويد والاي او اس والويب. الطريق بتاع البي دبليو اي سهل، ايزي تو ليرن او ايزي تو رايت، من خلال لغات معينه وهي الاتش تي ام ال والسي اس اس والجافا سكريبت. فهتبدا انك تركز كده الفتره تقول دي لغات الويب. ما هو الابلكيشن ده يا باشا نوت افاليبل، يعني مش هيشتغل معاك اون اب ستور، مش هتلاقيه موجود على الاب ستور. طب انا هتعلمه ليه؟ بقول لك ان هو بيشتغل على البراوزر. انت خدت فيه ميزه ان هو في لغات الويب، مبسوط؟ تعالى ما اقول لك بقى اشتغلش على الاب ستور، او اشتغل عندك على البراوزر. طب ايه المشاكل التانية اللي فيه؟ ان هو كانت اكسس من ريسورسز، ما يقدرش ان هو يوصل لكل الريسورسز بتاعت الجهاز بتاعك. زي ايه مثلا؟ زي البلوتوث اقل حاجه،
السنسورز ريسورسز معينه او ريسورسز كتير ما يقدرش البي دبليو اي ان هو يوصل لها. مبسوط ان هو ايزي تو ليرن؟ لا، ابعد عن مجال البي دبليو اي واشوف مجال الهايبريد، الهايبريد ابلكيشن. الهايبريد ابلكيشن تقريبا تول للويب. طيب ايه هي التول ديت؟ عندك ايونيك، عندك فون جاب، وعندك كوردوفا. البرامج دي بتقدر انها تاكسس ريسورسز ما يقدرش البي دبليو ان هو ياكسسها من خلال نفس اللغات ال HTML وال CSS والجافا سكريبت وايزي تو لير. بس المشكله اللي فيه ان هو سلو او بطيء شويه، ممكن شويتين، لان البرنامج بيظهر عندك كويب فيو. تمام، ده طريق الهايبريد. تعال نبص بقى على طريق الكومبايل تو نيتف. الكومبايل تو نيتف ابس، برامج تبدا انها تترجم للنيتف اب. طب انا قلت لك ان النيتف اب دي البرامج الاصليه، دي البرامج اللي فعلا الشركه معتمده ان ديت البرامج دي تقدر تاكسس كل الريسورسز بتاعتي، اقدر ان انا بيها اعمل اي حاجه. فتبدا اللغات دي او تبدا الطرق ديت اللي هي كومبايل تو نيتف انها توصل لنفس البرفورمانس بتاع النيتف، لنفس التصميم، يمكن احسن مثلا من بتاع النيتف، اسهل من النيتف، وتبدا انها تترجم للنيتف، تبقى سهله من ناحيه وتشتغل على بلاتفورمز معينه، مش مجرد مثلا انها تشتغل على اندرويد بس او على الاي او اس بس، لا، اقدر ان انا اشغلها على الاندرويد والاي او اس و و و. طيب ايه التول اللي هي كومبايل تو نيتف؟ قال لك عندك النيتف سكريبت، النيتف سكريبت، وعندك الرياكت نيتف، وعندك فلتر، وعندك زامري. تمام، عندك اربعه تول هم كومبايل تو نيتف، يبدا ان هم يترجموا الكود بتاعهم للنيتف. طيب البرامج دي بتتميز بايه؟ تتميز ان انت بتكتب كود واحد، تكتب كود بلغه واحده، بلغه واحده، يبدا البرنامج بتاعك يشتغل على كذا بلاتفورم في فاست بيرفورمانس. الابلكيشن بتاعك بيقول لك ان هو بيكومبايل تو نيتف، يعني بيحاول يوصل للبرفورمانس بتاع النيتف ابلكيشن او البرامج الاصليه. طب ما تيجي نبص على التاريخ الاربعه تول دول، معلومه اللي قدامك دول عباره عن فريم وركس، فهتلاقي تعلمها اصعب من البي دبليو اي، هتلاقي تعلمها اصعب من الهايبريد، لانها مش مجرد تول بسيطه، لا، هي فريم ورك، مجموعه من التولز. تعال نبص على حاجه زي زامرين. زامرين اتعملت سنه 2011 من خلال شركه مايكروسوفت. اللغه اللي بتدعم زامرين هي لغه سي شارب. تعال نبص على الرياكت نيتف، سنة 2015 طلعت من خلال شركة فيسبوك. واللغة جافا سكريبت، تعال نبص على نيتف سكريبت، 2014 طلعت جافا سكريبت برضو. تعال بقى بص على فلاتر، ودي اللي هنمشي فيها في الكورس ان شاء الله، 2017 جوجل من خلال لغة دارت اللي احنا درسناها. فبالملخص ده كان شكل الموبايل ديفولبمنت، الاربع طرق اللي احنا اتكلمنا عنهم، واللي هو النيتف والبي دبليو اي والهايبريد وكومبايل تو نيتف. طبعا التراك ده هنشتغل فيه فلاتر ان شاء الله، فلايك كده وشير وكومنت وظبط حالك لما الحلقه الجايه تنزل. سلام.